الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث والدين. الآباء والأكارم والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله جل وعلا نقف مع دعاء عظيم من أدعية الجوامع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ونقلها عنه أصحابه الكرام عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء في حقيقته من أنفع الأدعية، ومن الأدعية التي كما تقدم من الأدعية الجوامع التي تجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا الحديث وهذا الدعاء كما تقدم من الأدعية الجوامع، ومن الأدعية التي جمعت للإنسان خير الدنيا والآخرة. لذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يفهم هذا الحديث وأن يحفظه وأن يدعو دائما به كي ينال ما جاء في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كما يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي ديني، المراد أصلح لي استقامتي وعبادتي حتى ترضى يا ربي عني رضا تدخلني به الجنة، وإلا فإن دين الله سبحانه وتعالى الإسلام هو دين كامل شامل. لكن التقصير يأتي ممن؟ يأتي من العبد. فلذلك العبد لما كان مقصرا في أداء الواجبات وقد يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى كان ينبغي له أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح له دينه بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لفعل كل خير يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يبعده عن كل شر يقربه إلى شنو؟ إلى النار. هذا هو صلاح الدين، بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد الخير أصلح له دينه، والعبد إذا أصلح الله سبحانه وتعالى له دينه أصلح له حياته، وكان من جملة السعداء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أصلح أمر الدين فإن الله سبحانه وتعالى يصلح له أمر ماذا؟ أمر حياته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد الحياة السعيدة، الحياة الطيبة في هذه الدنيا، عليه بإصلاح ماذا؟ عليه بإصلاح دينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. الدين ده، دين الإسلام، دين يأتي لك بمصالح الدنيا قبل مصالح الآخرة، ويجعل الإنسان من جملة السعداء في هذه الدنيا قبل الآخرة. حد يعمل به في الأرض، يعني أن يقام حد الحدود، تقام الحدود ويقام دين الله سبحانه وتعالى على من يستحقه. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. صور المطر نازل 40 صباح، لك أن تتصور كمية الماء الذي سوف يستفيد منه البشر والدواب والزراعة إلى غير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم، هذا حد واحد، فكيف إذا أقيمت كل الحدود؟ فهذا فيه دليل على أن أمر الدين في ديننا دين الإسلام أمر مهم وأمر مقدم. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين
يريدون عزل دين الله سبحانه وتعالى عن حياة الناس وهم العلمانيون. هؤلاء كما تقدم في مجالس عدة من أكثر الناس وأكثر من اليهود والنصارى. الذي يريد أن يعزل هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ثم يأتي بزبالات أفكار اليهود والنصارى وغيرهم فيجعلها هي المقدمة، هذا يريد بنا الشر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره يعني مصالحه في الدين والدنيا كانت فرطا، يعني ضائعة وفي هلاك وفي ضياع. هذا الذي بهذا الوصف لا يذكر الله وهو غافل عن ذكر الله وهو متبع لهواه وأمره فرطا لأنه غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يحكي شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قد أمرنا القرآن بأن لا نطيعه. فكيف نطيع مثل هؤلاء من العلمانيين والشيوعيين والليبراليين ومن سار في مسلكهم كالجمهوريين الذين يريدون هذا عزل هذا الدين عن حياة الناس؟ لذلك أهل العلم قالوا هذا الحديث فيه دليل على تقديم الدين على كل شيء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي شنو دنياي التي فيها معاشي. فلا بد من تقديم الدين على كل أمر. لذلك هذه المسألة مسألة مهمة. بعض الناس الآن ينساق خلف الجهال والمنحرفين الذين يقولون الوطن أولا. لا، الوطن ما أولا، الدين أولا. يحفظ للمسلمين دينهم ثم بعد ذلك تحفظ للمسلمين ماذا؟ بقية أمور دنياهم. فهذه مسألة مهمة لابد الإنسان أن يتنبه إليها، وهو أن يجعل الدين مقدما على كل شيء. وإلا الذي يضحي بدينه من أجل دنياه هذا لا شك أنه من جملة شنو؟ من جملة الخاسرين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالإنسان إذا أصلح الله سبحانه وتعالى له دينه فأصلح عبادته وأصلح استقامته فإن هذا الأمر فيه العصمة، فيه العصمة من الوقوع في الزلل، فيه العصمة من الوقوع في الشبهات، فيه العصمة من الوقوع في الشبهات، فيه العصمة من الوقوع في الكفر والردة عن دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أصلح الله سبحانه وتعالى وجنه أمر دينه. لذا كان هذا الدعاء دعاء عظيم بأن يصلح الله سبحانه وتعالى للإنسان أمر دينه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وهذه الجزئية من هذا الحديث فيها التنبيه على أن دين الله سبحانه وتعالى لم يمنعك من أن تهتم بشنو؟ بأمر الدنيا، ما حرم عليك، لكن المحرم شنو؟ أن تقدم أمر الدنيا على أمر ماذا؟ على أمر الدين. لكن أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك أمرك وحياتك في هذه الدنيا هذا أمر لم تمنعك منه الشريعة، بل جاءت به الشريعة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي بأن يصلح. ما معنى أصلح لي دنياي التي فيها معاشي؟ بأن يكفي الله سبحانه وتعالى العبد فيغنيه ويجعله في منأى عن سؤال الناس ويعطيه من خيرات هذه الدنيا بما يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه أمر عظيم. وهذا كما تقدم كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلح الله سبحانه وتعالى أمر هذه الدنيا حتى يستعين بها على إصلاح ماذا؟ على إصلاح دينه. وإلا فإن كثير من الناس الآن والأسف الشديد يهتمون بإصلاح دنياهم، تجده بيطلع من الصباح ما يجي إلا بعد العشاء يصرف أو يبذل ويضيع أغلب وقته في أمر جنه في أمر دنياه. وهذا لا يجوز للإنسان المسلم، لأنك خلقت للعبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت خلقت لغاية جليلة وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا ينبغي لك أن تنصرف عن هذه الغاية بأمور أخرى. إذا قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهيتم بجمع الأموال، بتكثير الولايات أو بتكثير الدور والأزواج والذرية إلى غير ذلك، حتى انشغلتم بهذا إلى أن شنو؟ حتى زرتم المقابر.
وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الزيارة سماها زيارة. لماذا؟ لأن الإنسان يزور المقابر فيمكث فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث، ثم بعد ذلك يخرج حتى يحاسبه الله سبحانه وتعالى أشنو؟ على أعماله. فما ينبغي للإنسان أن يجعل جل همه أمر الدنيا، وإلا هذا الإنسان من الخاسرين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، لأن ما من إنسان يهتم ويقدم أمر الدنيا إلا وسيقصر في أمر شنو؟ دينه، وهو مسؤول عن هذا الدين ومسؤول عن كل ما سيفعله بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي. وكما تقدم أن هذه الجزئية من الحديث فيها أن دين الإسلام لم يغفر أمر الحياة، فليس في ديننا أن الإنسان ينصرف فقط ويجعل كل وقته لأمر الدين ويهمل ماذا؟ أمر حياته. هذا ما موجود في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو يعني الرهبانية التي جاء وفعلها من تقدم من النصارى ووقعوا بذلك في البدع، ثم جرتهم هذه البدع إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. أن ينصرف الإنسان فقط ويجعل كل وقته لأمر دينه، في المقابل يهمل ما يجب عليه في أمر معاشه، لا سيما إن كان له أولاد أو له ذرية زوجة أو له يعني أبا أو له أما أو يعول من أقربائه أو من المسلمين ما يجب عليه أن ينفق عليهم، فهذا أمر لم تأتي به الشريعة. بهذا فيه في التشبه بمن؟ بأمر النصارى. الإنسان بيقعد في كنيسة في كهف بيقعد يتعبد طول اليوم وطول السنة ويهمل أمر حياته، هذا في الدين الله سبحانه وتعالى أمر مرفوض. لكن في المقابل أن ينشغل الإنسان بأمر الدنيا فيضيع أمر الدين، هذا أيضا ماذا شنو يا جماعة؟ مرفوض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فدين الإسلام، لأن الإنسان مكون من روح وجسد، دين الإسلام ما أغفل ما فيه منفعة الإنسان فيما يخص شنو؟ جسده، بأن يعمل ويأكل ويشرب فيما أو يشرب بما لم أو بأمور التي لم يحرمها الله سبحانه وتعالى. فهذه جزئية مهمة لا بد من التوقف والتنبيه إليها حتى يعلم الناس أن الذي يريد أن يعزل دين الله سبحانه وتعالى هذا يريد بالمسلمين شنو؟ الشر، ويريد أن يجعل أن تكون حياة الناس كلها قائمة على أمر الدنيا فقط، بل والكفر بالله سبحانه وتعالى بتنحية شرعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وإصلاح أمر الآخرة بأن يجنبك الله سبحانه وتعالى الدخول في النار، وأن يجنبك الله سبحانه وتعالى الفزع الذي به ينظر الإنسان أو يصاب به بالسوء وبالضر. هذا من إصلاح أمر الآخرة، بأن يجنبك الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور، ثم بعد ذلك يدخلك الجنة بسلام. تمام؟ فهذا أيضا فيه دليل على وجوب الاهتمام بأمر الآخرة. والإنسان إذا علم بأن مرده إلى الله فلا بد أن يعد للسؤال جوابا، ما دام حنموت وبعد الموت سوف نبعث ويسألنا الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نعد لكل سؤال ماذا؟ جوابا. لذلك أهل العلم قالوا هذا الجزء من الحديث فيها الرد على من يجعل القبر المثوى الأخير. بعض الناس الآن خاصة صحفيون يقول فلان انتقل إلى مثواه الأخير ويقصده القبر، وهذا كلام باطل، بل هذا من الكفر بالله. الذي يعتقد بأن القبر هو مثوى الإنسان الأخير هذا فيه إنكار لشنو؟ للبعث بعد النشور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصلح لي آخرتي التي فيها شنو؟ معادي. يعني شنو معادي؟ يعني رجوعي إلى ربي ليسألني فيها، ليسألني يومئذ عن كل شيء. فالدار الآخرة هي دار الرجعة، والإنسان سوف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نصلح أحوالنا وأن نصلح ديننا حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذه في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتك فيها الخير العظيم، وفي خير دائم، وفي خير متزايد. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك، وأن يجعلك ممن يستكثر
في هذه الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة ومن الحسنات، وإلا في من الناس من طال عمره وساء شنه عمله، وحياته هذه تكون خصما عليه وسوف يحاسب عليها أو بالتقصير فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن حينما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وأن يجعل حياتك في كل خير، هذا من أعظم الدعاء، وهذا علينا كما تقدم أن ننتبه إليه وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، لأن الإنسان إذا وفق لهذا الأمر والله سوف تكون حياته من أسعد ما يكون، في خير إلى خير، وفي يعني بركة، وفي حياة طيبة دائما إلى أن يقبضه الله سبحانه وتعالى. واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال أهل العلم هذا ليس فيه تمني للموت، ولكن إذا كان الموت يريح الإنسان من الوقوع في الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فهذا لا شك أنه أمر محمود، صح ولا ما صح؟ إذا كان الموت بيحميك من أن تقع في فتن الشهوات فيعاقبك الله سبحانه وتعالى بها، أو يحميك من الوقوع في فتن الشبهات تفتن في أمر دينك، فلا شك أن الموت في هذا الأمر أو في هذه الحالة أمر محمود. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، أن يجعل الله سبحانه وتعالى حياته في كل خير، وأن يجعل الموت له شنو راحة من كل شر. إذا الإنسان علم وخاف على نفسه أن يقع في الفتن، فيسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يجعل الموت راحة له من كل شر. خلاصة هذا الحديث هي الجمع بين كل هذه المصالح، أن يصلح الله سبحانه وتعالى أمر دينك، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى أمر حياتك، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى أمر جنه أمر آخرتك. فإذا الإنسان أصلحت له هذه الأمور فهذا لا شك فيه أنه من أهل السعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا أمر ديننا، وأن يصلح لنا أمر حياتنا، وأن يصلح لنا أمر آخرتنا. إن ربي جل في عليائه هو أكرم مسؤول وهو أعظم مأمول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.